نحن ذكرنا أن السنة تنسخ القرآن وأن القرآن ينسخ ينسخ السنة، فهذا وجه، هذان وجهان من ستة وجوه هي وجوه علاقة القرآن بالسنة، نعم ويمكن أن نذكرها للمشاهدين إذا على أجل لا على بأس. عجل. طيب، السنة علاقتها بالقرآن هي معه، وهما الثقلان. وأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده، وما جاء به يشمل الكتاب والسنة، فلذلك لا تفريق بينهما. والذي يريد أن يفرق بينهما لا بد أن يخطئ، كالرجل المتكئ على أريكته الذي يقول: ما هذا كتاب بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. اللهم صل وسلم. فالسنة علاقتها بالقرآن من ستة أوجه. الوجه الأول أن تكون شرحا وبيانا، مثل حديث عائشة في العبور: وإن منكم إلا واردها، سألته عن الورود قال: هو العبور. وهذا نوع من الثاني الأحاديث، أحاديث التفسير. النوع الثاني أن تكون تخصيصا لعموم القرآن، مثل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خصص المقدار خصص ذلك بالأحاديث وبعدين التي نعم. جاءت من نعم والحرز ونحو ذلك. القسم الثالث ما كان تقييدا لمطلق القرآن، وذلك مثل آية سورة البقرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد قيد هذا الإطلاق حديث كعب بن عجرة، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الصيام الفدية بثلاثة أيام، ثلاثة أيام والإطعام بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك بشاة نسيكة. والوجه الرابع أن تضيف حكما ليس في القرآن، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا ليس في القرآن. والوجه خامس الخامس أن تكون منسوخة به، وأن تكون ناسخة له، كل واحد منهما ذكرنا مثاله.